السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالب مرتضى مسلم الوزير. اليوم عندنا هذا السؤال في Example 24 Chapter 14. في هذا السؤال يقول Find the true power and reactive power and apparent power. طبعا في هذه الدائرة عندي الكابستر 0.15 مايكرو، طبعا أوجد الإكسي. أكسي القانون حقه معروف اللي هو 1/2πfc، عندي الفريكوينسي 1 كيلو، نطبق على هذا القانون يكون الإكسي عندي 1061. طبعا بعدين نطلع التيار، التيار هو في يسمى الآي آر اللي هو الفي على الآر، 10/470 يساوي 21.3 ملي أمبير. هذا اللي هو الاي ار. بعدين اطلع الاي سي اللي هو احتاجه بعدين في الباور رياكتيف اللي هو في اس على اكس سي، 10 على الناتج الاكس سي يطلع لي 9.43. الان نطلع الباور ترو، الباور ترو اللي هو اي تربيع في الار، الاي تربيع في الار يطلع لي 213 ملي واط اللي هو البي ترو. البي رياكتيف اللي هو اي اس تربيع في الاكس سي وحطلع لي 94.3 ملي في اي ار وحدة البي رياكتيف، والبي ابيرنت اللي هو جذر البي ترو زائد جذر البي ار فطلع لي 233 ملي في اي.